حلقة اليوم راح نتكلم عن ظاهرة منتشرة كثير في الآونة الأخيرة في العشر سنوات الماضية، وراح نتكلم عن الموضوع هذا مع ضيف خاص مية السعيد. تشرفنا. اليوم نحن نوجد مية السعيد عندش كلاسز to support divorced women. أيوة. كلمينا شوي عن الكلاسز هذا. أولاً هم they're not classes. It's a coach. I'm a coach, so I support يعني divorced women. بس حالياً البرنامج فقط متوفر بالإنجليزي. فلأن هذه أنا بغيت لأن أصلاً بدايتي في السوشيال ميديا وظهوري على قناة التواصل الاجتماعي كان كله بالإنجليزي، فبديت هالبرنامج بالإنجليزي وهو تأهيل المرأة المطلقة. وهذه فعلاً الظاهرة للأسف كثير انتشرت في الأوان الأخيرة، وأنا كنت من ضمن هذول النساء. أنا كنت مطلقة، طلقت في سنة 2012، وبحكم خبرتي والأشياء اللي أنا مريت فيها شخصياً لما دخلت في مجال الكوتشينج قررت أني أتخصص للمرأة المطلقة، أساعدها لأن حسيت أنها وحيدة. So, okay. إيش أكثر الأسباب شيوعاً في الطلاق حسب تجربتش وحسب الكوتشينج 1-to-1؟ من خبرتي أنا أقول من البداية أن التوقعات، يعني أنا أتوقع شيء والواقع شيء ثاني، أوكي؟ وإن ما في تفاهم بين الاثنين، وممكن حتى قبل الزواج المشكلة أنا أحس حتى وتظهر بعد الزواج. فقبل الزواج ما يتكلموا عن الأشياء الأساسية، أمور حياتية، يتكلموا عن إيش كيف بتكون مثلا تجهيزات العرس وكذا، وين بيسكنوا، لكن بعد كذا إيش بعد كذا اللي هو الأهم. أنت مثلا يعني أمورك أنت كامرأة تريد تشتغلي، وهذه الأمور اللي مهمة بالنسبة لك، يعني ممكن لمنار بيكون غير عن ميرة. فكل واحدة وإلها تطلباتها في الحياة، هي مستقبلها كيف تشوفه، هل هو موافق ولا لا، كيف يريد يربوا عيال، هل يريد عيال، وين بيسكنوا، إذا صار شيء عادي إنه يسكنوا مثلا مع أهل الزوج وكذا، يعني أشياء توقعات الحياة إيش هي المصيرية. أيوة، فهذه هي لازم إحنا نتكلم عنها. نرجع 15 سنة ولا 20 سنة، نرجع 50 سنة وراء. أكثر المتزوجين يعني كانوا أهلنا، نحن يعني كان عندهم زواج تقليدي، فما كان في فترة تعارف وما إلى ذلك. بس نشوف منهم بعدهم ما شاء الله متزوجين، وما يعني صعوبات موجودة 100%، بس بعدهم موجودين. بس الحين في 2022 في فترة تعرف، سواء كان بالتلفون أو باللقاءات وما إلى ذلك. خطوبة قصدك؟ نحن نسميها فترة تعارف، ما لازم حتى خطوبة. أوكي. زين، ولكن نجد إنه هناك بعد نفس الشيء حالات طلاق كثيرة. ممكن أقول لك أيوة. ليش؟ لأنه يعني كأي بداية أي علاقة كل واحد بيطلع محاسنه، ما بيذكر مساوئه. فهذه الفترة أنا أحسها أوكي ضرورية، لكن ما تنتج، يعني لأن مثل ما ذكرت إن بعدين تظهر المشاكل. وفي ناس أوكي يكملوا في الحياة الزوجية، لكن هل هم فعلا يعني فرحانين سعداء في هذا الزيجة ولا لا، ولا جالسين عشان العيال؟ وأنا هذا نفس الشيء ما أتفق، ممكن حد بيعارضني منكم، انا ما اتفق انه نجلس. يوسف ابتسم ترى. يوسف الحين كتب نوت ترى. زين. انزين، لانه ايش الصوره اللي الاولاد هذا يشوفوا؟ ان انا هذا هو الزواج، صح؟ يعني مثلا اذا ابوي يضرب امي، اوكي هذا عادي، يعني هذا طبيعي. أيوه. لان انا شفت تربيت على كذا، فمعناته هذا طبيعي. فإذا أنا لما أكبر وأنا أضرب زوجتي، ترى عادي أبوي كان يسويها. دائما أحس الإنسان يوم تجي له تجربة صعبة ويكون مشحون من داخله، يبي يتكلم، يبي يعبر، مجرد ما أن شخص يسمع له هو يرتاح بعدها. لكن دائما يعني متى الواحد يطلع عن بوبليك ويتكلم؟ لما يعطيها شوية سبيس، فترة، ويشوف الصورة من بعيد،
ويعرف وين كان شنو اللي كان غلط يمكن هو يحس انه هو مثلا كان صح في هالفتره، لكن بعد ما شوي يهدى نشوف. ايوه يعني خلاص هاي الالم يصير يعني الذكرى موجوده لكن الالم خف وقل. أي. يقدر يفكر بمخه اكثر مما بقلبه، ويقدر صح. حتى افكاره يصيغها بطريقه احلى. صح؟ صح. واحس الناس تظل تخلي هذا الشخص في هذا البوكس. اذا نزلتي فيديو عن الطلاق وان هذه تجربتك، الناس راح تحطش في هذا البوكس. انت خلاص تعديتي هذه المرحله، بس في وجهه نظر الناس لانه هذا الفيديو اللي جاب بواجد ايموشنز، فنوعا ما they identify you as The divorce. Not necessarily, but because I've went through that. يعني. Yeah. ما أعرف if you want to start recording. ما أريد. We're recording. Oh. صار بريك شوية. And then not necessarily because نفس الشيء إنه I as I said there was a video that I put out which I took ended up taking down, and I continued wanting to be identified. فهنا في فرق، لأن ما أنا بس سويت فيديو وراح فايرل وبعدين خلاص and then I people still لا أنا I continued being an advocate for divorced women. okay being an advocate ما معناته أنا أيد هذا الشيء. ما لما واحدة تيجي تقول أنا اتطلق أقول يعني مثلا let's celebrate زين سويتي، لا أبدا. هذا دائما أقول إنه هذا إذا عندكم مشاكل زوجية خلوا الطلاق آخر خيار مش أول خيار. حاولوا أنت في فترة من فترة حياتك أنتوا بغيتوا بعض، يعني ممكن حتى كلام الناس واجهت يعني واجهتي الناس لانش بغيتي هذا الانسان وهو بغاش، واتفقتوا على الزواج وتزوجتوا الحمد لله. تو اول ما تجيكم مشكله خلاص كل واحد يريد يطلع او ينهي العلاقه، لا ما كلام منطقي. ف you have to work things out. if things don't work out go see somebody، يعني either counselor whatever somebody you trust somebody who's not going to go on one side somebody محايد يعني ما هنا ما هنا. He's listening or she's listening to what the problem is and tries to find a solution. Another thing is the two have to want to work at it. إذا بس طرف واحد يحاول والثاني يقول صراحة أنا ما أتغير أنا كذا ما أعرف إيش، ما في حل. سمعت إن في red flags حق الطلاق، يعني مؤشرات إن هاي العلاقة ما قاعد تمشي في الطريق الصح. تبتدي من الانفصال الفكري إن ما يصير في كلام بين الطرفين الزوج والزوجة. بعدين الانفصال العاطفي اللي هو كلام الحب وهذه الأشياء تختفي من بينهم. فبدال مثلا ما كان ناديها حبيبتي صار يناديها أم الأولاد أم فلان ولا يناديها باسمها. بعدين يوصل إلى انفصال جسدي فالمرأة تمتنع عن الرجل والرجل مثلا يمكن ما له رغبة خلاص جسدية في المرأة. بعدين تبتدي أفكار الطلاق تطلع لحد ما يطلق المرأة. في أي مرحلة من ذلين تحسين أنه في رجعة في يوتن الواحد مثلا إذا وصل هاي المرحلة خلاص، أو هل تتفقين أول شيء بهاي المراحل؟ أيوة أتفق. وهل وين تحسين ممكن تكون في الرجعة وين تكون صعبة الرجعة؟ صعبة الرجعة لما توصل آخر مرحلة اللي ذكرتها اللي هو الجسدي. بس أحس المرحلة الأولى والثانية في يعني أمل، لكن أريد أوضح أني أنا أتكلم ما أني أنا دارسة ولا هذا مجال عملي من ناحية إن تخصصي. أنا أساعد المرأة المطلقة بحكم تجربتي. وهذا أحسن من اللي دارس أعتقد يعني. وهذا أيوة إحنا مثل ما قلنا إيش لا تسأل المجرب ولا تسأل الطبيب. فا أيوة. ما بس كذا ما بس الانفصالات اللي ذكرتهم، أحس بعد نفس الشيء في زمن السوشيال ميديا الناس في عقلهم إن الحين في خيارات كثيرة. أنا الحين مثلاً أنا رجال. في عقلي إذا أنا متزوج أنا رجال، أنا في عقلي الحين في السوشيال ميديا في خيارات كثيرة وفي أكسس أقدر أكلم أي وحدة وأي وحدة تقدر تكلمني أنا. فهذا إذا الواحد ما مثلا متزوج بالغصب ولا ما مقتنع ولا يعني his needs are not met بيدور مكان ثاني، فاهم علي؟ ما بيتكلم مثلا ما بيتكلموا ما بيتحاوروا ويناقشوا عن احتياجاته وما لذلك. to work on it you said work on it لا على طول بيدور مكان ثاني. اسهل مكان السوشيال ميديا الحين او مقر العمل او اي مكان ثاني. فاكسس زمن الاكسس وزمن السوشيال ميديا خلى الزواج اصعب من ما هو اوريدي صعب. ايش الحل وايش المضاد لهذا الشيء؟ كيف الواحد يعني يطمن هو داخل انه
ما بيصير هذا ما بتصير هذه السهولة في الطلاق. إيش الاحتياطات اللي لازم نأخذها نحن قبل الزواج عشان ما ندخل نحن أوريدي عندنا مخاوف. مشاكل مخاوف أيوة. مؤخر لا أنا أول مؤخر من خبرتي أحس الشفافية جدا جدا شيء مهم إنك أنت تكوني صريحة مع نفسك وصريحة مع الشخص اللي بتدخلي في علاقة زوجية معه. إن ما في فائدة إيش أنت يعني تريدي بس تطلع محاسن أنت عارفة إن هذا الشيء هو يبغاه بس this is not you. ما يحتاج this acting لأن الزواج مثل ما واحد يتأمل إنه يكون يسأل الله أن يوفقهم مدى الحياة ما بس 9 سنوات وبس عشان أجيب عيال ما مؤقت. فyou really have to ask these questions. وإحنا أحس الحريم أكثر إن إحنا نهتم فيه أنا إيش بلبس وين بنسكن وهذه الأشياء الكماليات لكن ما نسأل الأسئلة الصحيحة. فأحس أنا ما أعرف من خبرتي أحس الشفافية والحوار you have to communicate مع هذا الإنسان يتغير كل فترة. نحن يعني صديقتي قالت كلمة حلوة ما أعرف من سمعتها إن نحن نتزوج شخص بس هالشخص بعد سنة يكون شخص ثاني بعد سنتين شخص ثاني. في تطورات تصير في الشخصية لازم نظل الحوار يظل مفتوح الحوار مفتوح إلى لأن ممكن أكون متزوجة شخص 10 سنوات بس في 6 شخصيات مختلفة في تطورات في تغييرات في عقليات تختلف فعلا. لكن أنت بعد تتغيري ما بس هو طبعا أيوة so the two of you are changing. فإيش اللي بيخلي التغيير هذا يعني سهل الحوار. ف when you مثلا I don't know you have to give me an example إذا في شيء صار مثلاً ضايقني ما في فائدة أني أخليه وأكتمه وأنا أتوقع أنه هو لازم يفهم. كيف هو بيفهم؟ هو ما يقرأ العقول ما يقرأ الأفكار فلازم أنا بحكم أتكلم يا فلان أو whatever صراحة سويت كذا أنا واجد ضايقت بس إحنا بعد إحنا عاطفيين فشيء صغير كذا إحنا نكبر الموضوع ما يحتاج. إحنا مثل ما قال الأخ يوسف إن إحنا في أشياء نمر فيها في الحياة ما ننفعل على طول لأن الانفعال الأول يكون كله emotions so you're not really sometimes even you say things يعني ممكن you disrespect the person وإنتي ما قصدك it's just all these emotions coming up. فالواحد لازم يهدأ مع نفسه ويعرف إيش المشكلة بالضبط وبعدين يجي يحاور زوجته أو زوجها. أنا I really like that point اللي you pointed out سليمان قبل اللي هو relationships من زمان والrelationships اللي حاليا حاصلة. إيش تحسي الفرق يعني في موضوع الطلاق وكذا why is it الحين هذا شيء أوكي في طلاق قبل لكن ليش الحين الطلاق صار أكثر؟ أحس لأن غير عن الوعي وهذا what do you think كمجتمع يعني زمان إذا المرأة تتطلق it was like a shame يعني ناس بيتكلموا عنها ف this was حتى don't think about it أنت بس عيشي معه وخلاص يعني استحملي هذه هي الحياة. والحين مع الزمن وكذا كلنا ما أعرف هذا الانفتاح زين ولا ما زين فالطلاق صار أوكي ما تريدي ما خلاص كل واحد يروح في حاله خلاص. والمرأة المطلقة ليش زمان أنت سليمان you asked me the question I don't know if I answered how is it okay for me to say that I'm divorced and for me to be I needed to be okay with myself أتقبل نفسي كامرأة مطلقة عشان الناس الثاني أو المجتمع يتقبلني بالضبط. فلذلك أنا قررت أني أطلع وين على السوشيال ميديا ونقول يا جماعة الخير أنا اتطلقت لأن المرأة مش عار المرأة المطلقة مش عار على المجتمع. ما نحكم إيش ليش يصير هذا المصطلح لأن في بعض النساء الله يهديهم يعني المطلقات يمشوا في طريق الغلط أوكي من ناحية الزنا وهذه الأمور والعلاقات الغير مسموحة. فإيش يصير إحنا نسمع المرأة المطلقة راحت كذا أو سوت كذا يعم على كل المطلقات وهذا للأسف يعني طبع فينا إحنا في كل شيء. واحد يغلط وهو مثلا مدين أو شيء شوفه وين كل مدينين كذا يعني هذا غلط منه. نحكم الشخص على الشخص مش نيجي نحكم أو نعم الغلط في المجتمع كله أو الناس اللي ينتموا لهذه الفئة. وأحس الحريم يخافوا إنه يطلقوا عشان هذه النظرة نظرة المجتمع إنه ممكن حتى أكيد في بليم على الرجل لكن المرأة بعد نفس الشيء في بليم كبير إنه هي كانت سبب الطلاق. يعني واجد يخافوا من هذه الكلمة أو كيف المجتمع بيشوفوني أو in the future كيف ممكن واحد يتقبلني صحيح and they see that as a role إن أنت مفروض
الزواج فشل لأنك أنت ما عرفتي تمسكي زوجك مثلاً. بالضبط. أو يعني سوري إن أنت ما فكرتي في العيال, فكرتي بس في نفسك. You didn't think of the kids. إذا امرأة زوجة أم أول شيء تفكر فيه العيال. طبعاً they're different women and different ways, بس can I say 80% الأمهات دائماً يفكروا في أولادهم, وفي فئة صغيرة بس يفكروا في أنفسهم. على طاري هذا الموضوع, إيش الصعوبات أو إيش المشاكل أو الأشياء اللي نفكر فيها أو من خبرتش من اللي جو عندش, في إيش تفكر في يفكروا من ناحية العيال قبل ما يقرروا قرار الطلاق؟ إيش الصعوبات اللي واجهوها مع تربية الأطفال, ومن يتحمل المسؤولية من في التربية؟ أول شيء طبعاً من الناحية المادية دائماً يفكروا من بيعيل أولادي, ممكن هي ما تشتغل أو ممكن تشتغل لكن ما يكفي, مدارس خاصة, مصاريف كثيرة. فأول شيء يجي the money. ثاني شيء إذا كانت امرأة الزوجة, يعني مثل ما نعرف بالشرع إن العيال يقدر يكونوا عند المرأة, ولكن نفس الشيء الزوج أو الأب له الحق إنه ياخذ الأطفال, وخاصة إذا تزوجت تسقط حضانة الأولاد هذا شرعا. هل تروح حق الجدة ولا تروح حق الأبو؟ هذا لأن في بعض دول الخليج تروح حق الجدة الحضانة. هو مفروض تروح للأب الحضانة, يعني في أي أم البنية تروح ولا تروح حق الأبو؟ أعتقد تروح حق, يعتمد والله بس ما أعرف صراحة. أوكي. أحسن, لأن I'm not sure إذا هنا ولا هنا, بس مفروض إذا المرأة تزوجت تروح للحضانة تسقط وترجع للأب الأولاد. بس فعلا شوف, يعني إذا عندك عيال الطلاق يمكن يكون حتى بعد الآخر قرار, خاصة لو عندك عيال. فمتى الواحد يقرر أنه أوكي خلاص الحين الحل الوحيد عندي حتى لو عندي عيال لازم الطلاق الحين؟ أحس القرار هذا أصعب, يعني ما أقدر أوصفه حتى. أحس القرار يعتمد على الشخص والشخصية. كيف أقدر أفهم؟ شوف, العلاقة الزوجية بدأت باثنين, فبعدين الله رزقهم بعيال. فإذا أنا بجلس مع أبو أولادي بس عشان عيالي, معناتي أن ما في شيء هنا. There's nothing that really wants me to be with him. I'm just staying for the kids. فهذه ما علاقة. It's not a healthy marriage. مو مفروض يأخذون space شوية, يبتعدون كل واحد عقب يرجعون مرة ثانية بدل ما يتطلقون مثلا؟ هل يكون هاي خيار؟ هذا خيار يصير شهر, لكن يعني أحس لما إذا الأزواج اللي بيتخذوا هذا القرار إنه يبتعدوا, أوكي إن إحنا نعرف إن عندنا مشكلة, فإحنا بناخذ بريك, ما عشان كل واحد يفتك من الثاني ونرجع. يراجعون نفسهم. أيوة يراجعون نفسهم. إذا هو يعني إذا في قصور لازم to up the game to be part of the marriage. لكن إذا واحد راح على قولة العمانيين راسه يابس أو راسها يابسة وما تريد تتغير, ما في فائدة من هذا. بس it is an option إن they take a break وبعدين يرجع and they see how they feel. أنا منتج سوري بقاطعك, بس من تجربتي مع أمي وأبوي كان الطلاق بالنسبة لنا شيء إيجابي, لأنه أحيانا لما الأولاد يشوفوا التنشن أو هذا في البيت, هذا يأثر عليهم. كل ما طالت المدة كل ما جسي يأثر على الأولاد زيادة. فبالنسبة لنا كان الطلاق راحة, بداية جديدة, كان بالنسبة لنا إيجابي يعني نحن كأولاد, ولو أنه كان صعب في البداية وصعب نتأقلم وخذ فترة طويلة إن نتأقلم, لكن في النهاية فادنا يعني. Should we start with the questions that you اللي حضرناها؟ Yeah. I asked already a question, for you go ahead. لا تنفت مي كذا, صبري دقيقة. حد يروح قدامي يعني. Okay. زين يوسف, عندك سؤال؟ عندك شيء؟ أوه وايد. تفضل. زين تفضل. بعد الطلاق. الأولاد يستخدمون كأدوات للانتقام من بعض بين الأزواج. للأسف أيوة. شنو الحل وشلون احنا ممكن يعني شنو نصيحتك حق الناس اللي يستخدموا اولادهم كضحيه وكاداه عشان هاي الزوجه تنتقم من زوجها والزوج ينتقم من زوجها؟ انا شنو المواقف, بعض المواقف الغريبه الكيسز اللي مرت عليك؟ انا اولا ما افهم الناس اللي تستخدم, احس هذا ضعف في شخصيتهم لان ما عارفين, ما يقدروا يواجهوا بعض.
فأنا بأدبه وما أخلي أولادهم مثلا الأولاد يروح عند أبوهم. ليش؟ أنا إيش بستفيد؟ ومن الضحية أنا اللي بتعب؟ هو بيتعب؟ ممكن أنا اللي بتعب لأن أحس إن إيش أنا قوية I have the power. بس إيش ذنبهم؟ ليش أنا كأم أمنعهم يشوفوا أبوهم؟ من اللي بيتعب نفسيا؟ الأولاد. وإذا تعبوا الأولاد من بيتعب بعدين؟ أنا، لأن أنا الأم، أنا أعينهم وأنا اللي أكون موجودة معاهم. فإذا ليش أمنعهم يروحوا يشوفوا أبوهم؟ أنا ما يعني حد يعطيني رد على هذا السؤال وأقدر أرد عليه، لأن أنا ما بعدني ما قدرت أفهم. انتقاما هو أحس إنه أنا هم ما يفكروا في الأولاد، يفكروا مثلا في الزوج والزوجة. أنا أبغى أضايقها، أنا أبغى إنسان يستخدم أي وسيلة، لكن ليش الأولاد؟ لأن أقرب شيء لهم. في أكثر شيء يعور. يعني تخيل مثلا في كيس إنه الأب خان الأم، ففي واجد من الغضب ومن الألم خلاص يعني ما راح تفكر في بعقلها، بتستعمل وبتشوه صورة الأب قدام الأبناء. فهمت لك. فيصير حتى في بعد من يعني أو نفر من الأبناء من أبوهم. أنا فاهمة، لكن للأسف لما يصير كذا هي وحدها عايشة في العالم، ما في ناس حولها ينصحوها إن هذا غلط، وإن اللي بيتعبوا ما هي ولا هو، هم الأولاد. This is my ما فاهمة يعني. I understand إن هو يعني أهاني وجرحني فأنا بنتقب منه، فاهمة، لكن ما تستخدمي الأولاد كوسيلة انتقام. إذن بعض الحالات الأبو يكون سيء أخلاقيا أو الأم تكون سيئة أخلاقيا، فالأبو يمنع الأولاد أن يروحون حق أمهم عشان ما يتأثرون من أخلاقها، والأم تمنع الأولاد أن يروحون حق أبوهم عشان مثلا الأبو يشرب أو يدخن أو قدام أولاده، فيأخذون أطباع سيئة منهم. فهل هذا صح أن الأم تمنع الأولاد أنه والله لأن الأبو يسوي شيء غلط قدام أولادي؟ أو مثلا عند الأبو المحيط الانفايرمنت، كل ما راحوا والله الأولاد عند الأبو رجعوا بكلمات بذيئة وبأخلاق سيئة، أو يسمعون أغاني وهو مثلا مو معودهم يسمعون أو يسوون هذه وما يبي يغرس فيهم هذه الخصلة. فهل هذا صح أنه والله يمنعهم يروحون عشان هاي الأشياء، أو كيف تعالج هاي الأمور؟ Again من my experience أنا أحس أن إذا في فعلا هذا الخصل اللي ما زينا في الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب عفوا، إن لازم يكون في حل. لكن إني أنا أمنع أولادي يروح يزوروا أبوي، لا، مفروض أوكي يعرفوا إنه هو يشرب مثلا. I don't know if this is right or wrong، بس إن أحس it's very hard on the kids to stop them from going to see their father. في الأخير شراب سكر whatever it is their father. لازم يكون في مثلا somebody's there معاهم. بس إن أمنع أنقطع هذه العلاقة، أنا ربي بيسألني وصح بيحاسبني صح. Whoever this person is and whatever he did, I don't think from my personal experience I could be wrong. ها ممكن الإحصائيات تقول لا مفروضة، ولا حتى الشريعة ما أعرف. لكن إنه أنا أروح أمنع بناتي وأولادي من أبوهم لأنه هو يشرب، ترى كان يشرب في البيت، الكلام هذا كان يقوله في البيت، قد يكون سبب من أسباب الطلاق، بس هذا في عيون الأولاد هذا أبوي هذه أمي. لما يرجع مثلا للبيت يقول ترى الهيئة اللي شفت بابا عليها هذه مو صحيحة، دور الأم هنا يجي إن أنا أثقف، تعدل صورة. أيوة، وأبابا لما يسوي كذا ما يقصد، لما يقول هذا اللي the work comes more على المرأة، على الأم إنها تثقف عيالها على أساليب الأب أو the other reversed. يعني إذا الأم مو بزينة الأب يقول ترى كذا، ما هو يروح يزيد أيوة أمكم ما عندها أدب، ما فيها أدب، شوفوا كيف، عشان كذا ما تروحوا. لا هب في الأخير ما في أم يعني مثلا صديقة تيجي كذا تسي I can find another friend I cannot find another mother I cannot find another father. فالاحترام هذا لازم يكون يعني موجود ويزرع من الصغر. إذا الأب ما يتصل في بعض الحالات إن الأب أبدا ما يسأل عن الأولاد وحتى الأم، خلي الأولاد يتصلوا في الأب، خلي الأم تبادر تقول بابا اتصل في أبوك. نادر واجد صعبة. نادر أيوة واجد صعبة، واجد نادر أن الأم يعني الغالب تحريم. والله أقول كذا بجسمي قشعر، لكن إحنا ما لسه نفكر بس في الدنيا، الدنيا ورانا حساب، ورانا قبر. ربي بيسألني كان عندش عيال ليش قطعت علاقتهم بأبوهم، وش أقول؟ لأن خاني،
لأنه كان ضربني وخلاص هذا بينش وبين ربش والله بيحاسبه. لكن أنت الحين جالسة تزيدي على الموضوع وأنت تريد تمنعي الأب. المشكلة لما الأطفال يكونوا صغار خلاص هذه الصورة تصير، يعني صورة الوحش والشيطان تصير قدامهم، صعب لما يكبروا تتغير أو تتغير العلاقة مع الأب، لأنه من غرسة متبرمجة في المخ إنه خلاص هذا الإنسان سيء. وتخيلي منار بيكبر الأولاد على هذا الفكر إن أبوي ما سأل عنا ولا كذا، وممكن هو كان يسأل بس الأم عشان هي بس تبغى I want to teach him a lesson، ما هو سوى فيني كذا بيشوف ما أعرف إيش. يجي يكبروا الأولاد بيسأل أبوهم بابا أنت ما سألت عنا، إيش بيرد؟ بيقولنا كنت أحاول لكن أمكم. يعني هذا الأم اللي حطوها وشلوها فوق راسها، ما قصدي إنها ما تنشل، طبعا تنشل، لكن أنت الحين رحت خربتي علاقتش علاقتهم مع أبوهم بتصرفاتش هذه. تفكري في نفسش How can you get that back؟ عندي سؤال. Are you okay with speaking about the second marriage? Yes. Okay, so في عام 2012 طلقتي؟ ايوه. اوكي. عندش بنتين من اول زوج؟ ايوه. اوكي. بعدين تزوجتي مره ثانيه؟ ايوه. وعندش؟ وعندي الحين الحمد لله الله رزقني ببنوته. بنوته. اللهم امين احفظكم غاليكم. ايش اصعب شيء او اصعب موقف كان قبل الطلاق الاول وبعد الطلاق وقبل الزواج الثاني؟ إيه؟ واجد اسئله سليمان. ثلاث اسئله بس. اوكي. اصعب شيء سويته ان اجلس مع عيالي واخبرهم ان انا بنفصل عن ابوهم. هذا كم كان عمرهم؟ 7 و3 4 3 4 ما كانت تفهم وايد صح؟ لا كانت تفهم والله، لانها كانت حبيبه ابوها. من اللي تاثر اكثر 7 ولا 4؟ أحس الصغيرة لأنها كانت حبيبة أبوها، فكان كل شيء بابا 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 بابا. How did you heal؟ يعني شلون عالجتي الشيء النفسي اللي طلع فيك؟ وش كثر تم تأثيره عليك الانكسار؟ يعني أقصد أتذكر هذا الشيء أبدا ما تكلمت عنه، بس أتذكر إن لما طلع وسكر الباب أنا انهرت. I just fell down and cried، لأن حسيت إنه What's happening? How can I move on? والحين عندي my two kids. What's going? يعني سبحان الله. I felt lost. بس I picked myself up. قلت I have two kids. So from them, they became my source of pushing. يعني كل شيء سويته حالهم هم. حفزون. أيوة الحمد لله. إيش كان بعد سؤال شيء ثاني؟ الحين قبل الزواج الثاني. قبل الزواج الثاني اوكي، بعد ما اطلقت حسيت انا بجلس ما بغيت اتزوج، لا حد يكلمني عن الزواج، ما اريد ما اريد ما اريد. وما ظليت على كذا تقريبا 3 سنوات، وبعدين بديت احس لا اني انا احتاج اكون مع شخص. يعني انا كنت متزوجه 9 سنوات الزواج الاول، فخلاص انا تعودت على اشياء معينه في حياتي، وتعبت اني بس اتكلم مع الصغار. يعني لما يروحوا يناموا I'm like What do I do? Who do I speak to? I go out with my friends كذا، بس بعدين كل حد لحياته، أنا أبقى بين 4 جدران. فعرفت إن العمر يتقدم. Am I going to continue with this for the rest of my life? I felt إن لا I can't. I want to be married again. ف that's where it all started. So the أصعب قرار كان إني أتزوج مرة ثانية. وفي احتمال أعرف إن بناتي ما بيكونوا معي، لأن هذا تسقط. أيوة الحمد لله. You must be one of the strongest people I know. Different. You know? No. Thank you so much. Why don't you think that you're strong? Because I don't think what I did was extraordinary. I don't know why. What strength do you see? Not what you did, what you've been through. Ah. Yeah. Well, that is just life. Allah سبحانه وتعالى قرر يختبرني بهذا. وبعدين على فكرة هذا الطلاق صح إحنا ننظر إليها أن هي شيء سلبي، وصحيح أبغض الحلال. أيوة أبغض الحلال، وواحدة ما تتمنى تتطلق. لكن كانت نقطة تحول لمية. To expand on that. مية عرفت من هي
وإيش تريد. You know there's that quote, it says you don't know how to be strong until you have to be strong. I don't know if I say it. Until it's until your only choice. أيوة something yeah, yeah. like that. ما كان عندي خيار ثاني إلا أن أكون قوية. رجعت أشتغل لأن I had to take care of my kids. I lived independently. ما سكنت مع أمي ولا أبوي. قررت أني أسكن بروحي. والناس ممكن شافوا هذه نظر كيف حرمة مطلقة تسكن بروحها. قلت لنا ما أخاف من كلام الناس. اللي أخاف الرقيب. يعني إذا أنا سويت أي شيء هو بيشوفني. هو البصير هو السميع. أجلس أخاف منكم أنتوا ليش؟ أنتوا بق 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 كلام وكلام. وبعدين خلاص. فإذا أنا علاقتي مع رب العالمين أني أعرف أني أنا حياتي والأشياء القرارات اللي اتخذها ربي راضي عليها. الحمد لله رب العالمين. ما لأن الناس كلها علاقتهم بربهم تختلف. فناس ومعظم الناس ما تفكر في ربي إيش بيقول. يفكر في الناس إيش بتقول. فعلاً. لأن أحس أنا I had a successful kind of يعني مثلاً parents divorced. أحس it was successful plus the co-parenting. أحسه واجد مهم. مثل ما قال عشان نتفادى هذه الأشياء اللي كنت تتكلم عنها إنه مثلاً الأب كذا 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 أو الأم مثلا أخلاقها كذا كذا كذا. أحس جدا مهم الكوبيرنتينج والتفاهم وأن يكون بوث في نفس البيج نفس الشابتر. This is لو في نفس الشابتر ما تطلقوا له. لا لا كوبيرنتينج شيء ثاني غير عن الزواج وأنه هما ما يتفقوا. لازم يتفقوا حل يعني حق عشان مصلحة الأطفال. يمكن في الشابتر الكوبيرنتينج يتفقوا. أيوة. الشابتر الثاني لازم. بس هذا الحمد لله أن أنتي مريتي بتجربة جدا يعني سعيدة والحمد لله. معظم الأوقات it's not the case. yes. ممكن الطرف ما يريد. أنا ما أريد مثلا أتكلم معها مع أوضو كانت يعني مثلا كانت زوجتي وأم أولادي بس أنا ما أريد أتكلم معها. فيأثر على العيال لأن مثلا يعني الطلاق اللي المتفاهم انزين مثلا ممكن توز وات واز وذ يو حتى حفلات المدارس تخرج وكذا الاثنين يجيوا يحضروا يحتفلوا بتخرج بس في بعض الناس لا يعني او بيروحوا لكن هو بيصور وحده وبيصور وحدها او وما بيكون في كلام ترى حتى لو الاطفال كبروا الاطفال يحسوا فإت ستيل ذا سيم ثينج يعني ما في شيء يكون سلام بيننا وكلام ما قل ودل يعني احنا جايين عشان ولدنا او بنتنا يعني شيء ما في شيء ان نتكلم مع بعض ما انه يعني صار مده يعني من الطلاق اذا كان فريش اوكي افهم بعد سنه كذا لكن مع مرور الايام مثل ما انت قلت تهدى النفوس وزين ونشوف يعني الصوره الاكبر اللي هم العيال لكن اذا كل واحد ماسك على his ego or her ego لا انا ما اتنازل واتكلم مع للاسف العيال اللي تاثروا اريد اقول قصه كذا بسيطه يعني انا شفت نفسي وشفت صديقاتي هما يعني they had an experience وانا بعد نفس الاكسبيرينس وكنا نفس الجريد نفس العمر كل شيء نفس الشيء فانا اهلي مثل ما قلت it was successful ما كان بينهم محاكم ما كانوا يجرجروني around nothing عكس الفريندز اللي I had كانوا يجيهم في المدرسة ينادوهم يطلعوهم برع المدرسة عشان عندهم كيس عندهم قضية في المحكمة وشفت كيف نفسياتهم تتعب شفت كيف you know يعني البرسوناليتي مالهم شاترد خلنا نقول أيوة لأنه يخيروهم تريد تعيش مع ماما ولا تريد تعيش مع بابا بالضبط ليش نعطي الطفل هذا الخيار يعني تخيلي جريد 5 هالعمر حد يروح محكمة أيوة. ويشهد أيوة. ضد كذا وكذا ف كيف نخبر كيف يعني أنت مريت بتجربة لازم تخبري أطفالك بأنه أوكي الحين راح يكون في situation جديد بدون أبوهم كيف نخبرهم هالشيء وكيف نخبرهم أنه الوقت اللي تزوجتي مثلا عن تجربتك الخاصة أو رايش أنه الحين بيكون في بيت جديد كيف يتأقلموا هم في البيت الجديد مع العائلة الجديدة قصدش يعني بعد ما تزوجت أيوة الحين هم ساكنين معاش مع ايوه بناتي انا فتره جلست 5 سنوات انا ام سنجل مذر فلما صار ان تعرفت على انسان اللي هو زوجي كلمت بناتي انا من يوم يعني اي هاف ا فيري جود ريليشن شيب ونتكلم على كل شيء ف قلت لهم ان انا تعرفت على واحد ويريد يعني نتزوج وخليتهم يتعرفوا عليه قبل لا تتم حتى الخطوبة انزين بغيت أعرف انطباعهم كيف حسيتوا
you like him, you don't like him. لأن أحس كان واجد بيكون صعب إذا هما قولي له ماما نحن ما نرتاح له أو ما حبينا أو حسينا، يعني في احتمال إني كنت ما بكمل لأن هذا حياتهم نفس الشيء. ما هنا جاء دور الأم يعني أكثر. رضا أولادي وارتياحهم أكثر من يعني المهم مهم بالنسبة لك كان إنه هم يكونوا مرتاحين. أيوة. ما بس راحتش، لأن إذا ما كان مهم بالنسبة لي كنت ما حتى في واجد حالات تصير إنه أيوة بس يلا هذا مع زوج الأب وأيوة. زوج الأم. إيش رأيك في الفيز الهيلين للمرأة بعد الطلاق؟ بعد الطلاق يعني واجد لاحظ في حريم يطلقوا وعلى طول يدوروا أو لازم نتزوج لازم كذا، يكون باونس باك ما يعطوهم فرصة. ريد فلاج أصلاً. دفنتلي. هو ريد فلاج ريد غامق بعد. يا بس بما أنه يو كوتش كان يو أعرف إنه كونفيدنشال بس هل ممكن يعني تخبريني do you face هذا هالنوعية من البنات و what do you think of it? No, the ones that came to me just wanted to be alive again and stop being depressed. Those who want to bounce back, they don't know how to be alone and they don't want to do the healing. They just want to jump into another relationship, which is, as Suleiman said, is a red flag. My coaching program is 4 months. Some say, can صحيح يعني تقدر حرمة بتكون خلاص يعني she's ready to get married at 4 months. It all depends on the woman. I'm not working with a machine. I'm working with a human who's gone through different things in life. My program is called Heal. So H stands for to help your help you. H stands for helping you understand. H stands for healing. Hold on. Then E stands for establishing your identity. A stands for accepting. Please tell me you're recording. Yeah, we are. And L stands for loving yourself. So I go through a lot of mindset work, limiting your belief. What happened to you is not you. Yeah. Okay, so we need to, and whatever was said to you is not you. And whatever, مثلا, إذا had somebody was cheated on, صار خيانة, ما معناته أنت ما عرفتي كيف مثلا تحتوي الرجال ولا شيء. ممكن هو عنده مشكلة وممكن there was no communication. Yeah. ما الظاهرة ما جات إن أنا كذا 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 كذا. ما تحسين يوم تسمعين مشاكل الناس إنه آخر اليوم يكون هذا حمل نفسي عليك متعب مرهق؟ سبحان الله كثير الناس يسألوني، لكن لأني أحب عملي أنا أشوف إن أنا أقدر أساعدهم، فأنا أحس إن I'm hope أعطيهم أمل. فبالعكس أنا أقول الحمد لله إن قدرت أساعد واحدة، لأن بعد كل كوتشينج يعني سيشن يعني أول شيء سبحان الله دائما أول ما نبدأ سيشن تحس أحسها يعني تكون كذا مضايقة وما أدري إيش، بس بعد السيشن نبتسم and she's on a high vibe. ودائما أسأل how are you feeling، تقولي no I'm really I'm okay I'm you know I'm feeling better I feel so much hope thank you so much. فلما نبدأ أقصدي لما تنتهي السيشن كذا طبعا it's on a high. May I hide in a very 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 important question اللي هو كلمة عانس أو biological clock عند المرأة، هل تحسي إنه في pressure من المجتمع إنه يكون للبنت إنها تتخذ قرارات كزواج؟ يعني بدون ما تكون واعية okay let me think about it ما عندي وقت يعني okay خلاص أنا وصلت هالعمر لازم أتزوج، هل تحسي القرارات تأثر على الطلاق؟ أكيد، لأنه أنت إيش أسباب الزواج؟ هل سبب الزواج ان انا لا صحيح حصلت الشخص المناسب اقدر اكمل حياتي معه يعني رفيق دربي، ولا انا اتزوج لانه وصلت عمر معين واريد اطفال؟ بس اي واحد يجي من قبيله زينا شغله ما شاء الله يشتغل ويقدر يعني يصرف علينا وكذا خلاص شكليا مقبول اوكي خلاص. بس بعدين تيجي، عشان كذا انا ذكرت سوري، بعدين تيجي مشاكل تظهر بعد الزواج، عشان كذا ذكرت جدا مهم ان هذه الاسئله قبل الزواج، انك انت لازم يكون في نوع من الانجذاب، يعني هذا شريك حياتي ف I have to be attracted to him in whatever level physical mental emotional but there has to be something not just he feels a void because it will easily create problems بعدين. ما اعرف ايش رايكم انتم؟ لا انا احس من ناحيه الاكسبكتيشنز يعني
اوكي انت تقولي لازم يكون في مثلا اتراكشن، نوع من الاتراكشن عشان الزواج هذا يكون ناجح، لكن من ناحيه الاكسبكتيشنز مقارنه بعدد الطلاقات قبل وبعد هذا الحين اللي هو التعارف ولازم كل البوينتس يكونوا صح وفي واجد نقاط وتشيك ليست، هذا احس جالس يزيد يمكن المشاكل اكثر من ايوه التوقعات، ان التوقعات زايده فممكن هذا تأثر بشكل سلبي حتى على فهمت عليش. ايوه وصحيح يعني your point is valid، لكن we also have to realize احنا ما عايشين في حياة مثالية، احنا ما بنحصل ما بيكون عندي checklist على قولتش اوكي هو كذا 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 one point ما في خلاص ما اريده، لا you have to لازم نوزن يعني القرارات ولازم نشوف what is important. اذا شيء مثلا على سبيل المثال انا من النوع اللي ما اريد مثلا واحد يدخن يشرب، طبعا ممكن اسأله يقول لي لا بس أسأل ناس ثانيين. إنزين ما أريد واحد ما يبر بوالديه، يعني ما عندي أبدا علاقة مع أهله، يعني these are important things. إذا حسيت إن deal breakers يعني خلاص، لأن it depends on continuing my life with him. بس إذا مثلا I love somebody مثلا who has a full hair and he's bald it's not going فهمتوا لا yeah. We have to be very realistic. We have to think okay أنت تريد الشخص مثالي، أنت مثالية؟ Are you perfect? Do you have everything that the guy wants? No. Yeah. But these are important things to discuss and to discuss within yourself and to be honest about them مع الشخص الثاني. Okay. لأن نحن ثلاثتنا نشترك في هذا الشيء إنه نحن أطفال طلاق، يعني ميرا ومية. أريد أعرف إيش كان تأثير طلاق أبوكم وأمكم في نظرتكم للزواج، وهل كان في فترة من المصارحة التفريغ؟ يعني بالنسبة لي أنا كان صعب أني أنا أصارح أمي وأبوي بتأثير الطلاق، بتأثير طلاقهم علي، لأنه كنت أحس بالذنب لأن أوريدي هما جالسين يمروا بفترة مؤلمة، فصعب علي أني أنا أجي وأشاركهم بهمومي بعد. فإيش كانت تجربتكم في هالشيء؟ You wanna start? No, go ahead. مثل ما قلت يعني أنا صراحة أهلي كانوا واجد متفقين. ممكن أقول إيش إنه يجي لي فلاش باكس لما مثلاً أول ما طلع من الباب، هذا الفلاش باكس اللي ممكن يأثر فيني، لكن كمي as a kid أحس كانوا واجد يحرصوا إنه don't worry about it it's okay we're still co-parenting. كم كان عمرك؟ وأنا الوحيدة. كان عمري I was in grade one I would say. ستة يعني. أيوة. فكنت فاهمة واعية. ممكن أثر فيني أكثر بعدين اللي هو لما طبعا سافرت وكذا وهذا، وكل واحد طبعا في طريقه، وبعدين تزوجوا after 16 years تقريبا. So هنا أثر فيني أكثر لما كل واحد شاف طريقه وشاف حياته، هنا شوية أثر فيني لأن I had to adjust في العائلتين. من أي ناحية أثر فيش؟ غريب لما تشوفي مثلا انسان غريب يدخل في حياتك او يدخل في حياة you know your mom your dad وانت متعودة اساسا انه mom dad اوكي بس في externals you know. وحتى الاولاد نفس الشيء، الكيدز اللي هم my brothers or sisters it's very different. ايش كيف الطلاق اثر في او اذا اثر نظرتك للزواج؟ هل في نوع من الخوف او expectation؟ واجد I'm scared. I'm scared. أخاف إنه I end up يعني with a person ما نتوافق مثلاً فكرياً. Yeah, I am scared. Sorry, أقطع ليش. You're scared, then you have to be honest with what you're scared with, and you have to face what is it about being scared. What is it about marriage? ما تتوافق فكرياً. Okay, so make sure when you get to see يعني تتعرفي على شخص تسألي الأسئلة هذا اللي تخوفش. بس تعرفي ايش اكثر شيء خوفني؟ الفيلير مال الزواج، خاصه انت مريتي في هذه المرحله you're supposed to say it's okay because you had a positive experience. Yeah. وممكن ما اعرف هل تخافي من كلام الناس؟ No, not really. It's بيني وبين نفسي، يعني هو اللي يخوفني انه oh my god if this fails، لانه I have so many examples حتى في العائله ما بس امي وابوي، فاحس ما في شيء دايم. Oh my god this is personal. I think that's valid بس بس إذا بنمشي كذا في الحياة ما بنسوي شيء. صح لأن their experience is different. ما شرط أن it will be my experience. بس في fear.
If that was the case, I wouldn't even remarry again because I also had that. Well, but were you afraid حتى قبل? Of course. Yeah. يعني قبل the first one? Yeah. No. بس أنا أتكلم عن تأثير أمش وأبوش. ترى هذا أرد على سؤال منار. كنت أخاف بس أنا I was من النوع إن أنا لما أتزوج ما بطلق. You know, ما بكون مثل أمي وأبوي. ممكن أسأل كم كان عمرش لما انفصلوا أمش وأبوش؟ 3. أوكي. So I was young. لكن التأثير هنا السلبي كان لأن أبوي ما كان دائما موجود في حياتي. فأنا نشأت إن أمي كل شيء. يعني she was there for everything until today she's there for everything. علاقتي مع أبوي كان ليش أنا أقولكم في الجزء إن I said why you should the children يعني لازم يكون عندهم علاقة مع أبوي لأن هذا أنا تربيت على كذا. أمي كانت تقول لي call your father حتى لو هو ما يتصل هو you call him you make that you know. ف that's how it shaped me as well as a mother لما جيت على عيالي. ردا على سؤالك واجد كنت أخاف لأنه as like again مثل ميرا ما أريد I'm scared of being مثلا like my father أنا أدخل في زواج وتنتهي بالطلاق لكن سبحان الله قدر الأقدار إنه زواجي فشل الأول وجلست 5 سنوات وتزوجت مرة ثانية جاني نفس الخوف لكن أحسيت إنه خوف بس من المجهول لأني ما عارفة بالضبط مش من الزواج بالنفس. هل حسيتي ب pressure أو ضغط زيادة إنه إيش لو صرت مطلقة مرتين أو إيش إذا فشل هذا بعد؟ إذا فشل أنا قدرت أتعدى المرحلة أول مرة فبقدر أتعدى المرحلة الثانية فما it's always an option يعني anything could happen واحد ما يعرف سواء كان الموت أو الطلاق I could end up alone again am I okay with it إن شاء الله I will be because I was able to do it once عندي question أنت قلتي عمرك 3 you were 3 years old يعني sorry وأنتي لما أمي وأبوي انفصلوا 17 كيف تحس العمر؟ هل أسهل ولا أصعب كل ما العمر يكون أقل؟ يعني كل ما you're younger is it harder؟ أنا بالنسبة لي كنت واعية يعني يمكن أصعب من ناحية يمكن كنت أنا في فترة ما واجد حرجة يعني ما فترة مراهقة 13 ولا 12 أتوقع ما أعرف أحس بالنسبة يعني هذه كانت يمكن أكثر فترة لأنه already فترة المراهقة الواحد يمر بتغييرات وصعوبات ويزيد عليها الانفصال والتغيير المفاجئ هذا يمكن صعبة بس أنا كنت شوية متعدية هالمرحلة فصح صعب وأثر فيني الطلاق من ناحية الخوف أنه حتى بعد أمي أبوي ينفصلوا بعد 20 سنة ممكن يحصل طلاق وكان يعني بالنسبة لنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال خير هو كله خير من رب العالمين والحين في أحسن حال بس في هذيك الفترة يعني اللي أنا كنت أشوفه أنه نحن كنا وجه العائلة المثالية الأم والأب والعائلة الصحية والأولاد كلنا بخير والحمد لله فلما يصير هذا كان شوية مفجع ومؤلم وحتى نظرة الناس يعني كانت مؤلمة لما تشوف حد انه في من الشفقه او الدهشه ما حد يعرف الا اللي يجرب طبعا ما حد يعرف وانا حتى ما اعرف ايش امي مرت فيه ولا ابوي ايش مر فيه ومدى صعوبه هذا الشيء بالنسبه لهم بس عن تجربتي كانت حتى نظره الناس بالنسبه يعني شويه صعبه وغير عن طلاق امي وابوي في طلاقات واجد في العائله فتشوهت نظره الزواج بالنسبه لي ودخلت زواجي أنا على خوف من هذا الشيء لأنه ما نادر ما أشوف قدامي زواج صحي بالشكل اللي أنا أريده أنا بالنسبة لي لأني كنت صغيرة 3 سنوات فما أحس كان التأثير على الطلاق في هذيك الحين لكن أثرت فيني المواقف اللي صارت لما كبرت وكنت واعية على الأمور اللي جالسة تصير تعتقد تأثير الطلاق على المرأة نفس التأثير على الرجل؟ شوف احنا نتكلم عن عاطفة وعن انكسار نمط حياة فأحس ايوة ما اشوف اكثر هنا ولا اكثر هنا احس الاثنينتهم يتأثروا نعيد سؤال أيوة. لا لا ما لازم نكمل على هذا شوف نفس الشيء تعتقد ان التأثير نفس الشيء ان احس الرجال الى طبعا يعني هو نفس الشيء ينكسر وفي بعض الرجال
ما يعرفوا كيف يكملوا حياتهم بعد الانكسار. صح. جيت في وقتك يوسف. ايوه توكم بادين؟ ايوه تقريبا. السؤال كان عايز اشوف نفس الموضوع اللي كنا نتكلم فيه قبل. انا سالت ميا اذا كانت تاثير. ايوه سالتها ايش الفرق تاثير الطلاق، ايش الفرق بين تاثير الطلاق على الرجل وعلى المراه؟ هي تقول تقريبا نفس الشيء. صح ترى الرجال يحس له بس للاسف يعني احنا ما مهم شعورنا. صح. لا مهم لكن ما مهم واجد. انا ما سمعت انه في معالج حق نفسي حق الشباب اللي مطلقين. ما المعالج حتى يسوين سيشن هيلينج. ايوه انا ما سمعت انه في رجال يسوي سيشنز حق الشباب اللي مطلقين. تصدق انه يعني حصلت رجال بغوا يشتغلوا معي بس انا رفضت لأن حسيت بغيت أول شيء أنا أركز على المرأة كوني لأني ما أعرف شعور الرجل. صح. ما فما صح. أقدر أقول له أيوة تعال ونشتغل مع بعض وبساعدك، ما أعرف إيش يمر فيه الرجال عشان أقدر أساعده. المرأة أعرف لأني أنا مريت في التجربة فأعرف إيش الإحساس، أعرف الناس لما يتكلموا عنها، أعرف الشعور اللي تحس بالوحدة. I know all of that بس من ناحية الرجل ما أعرف. إن شاء الله ممكن في رجال مر بهذا يعني أنصحه إنه يساعد الرجال المطلقين. يقول الرجال يأخذ فترة أطول تهيل. أيوة تهيل than women. You don't believe this, صح؟ إنه أنا أحس الرجال يقول خلاص هذه راحت. أنتوا إيش رأيكم؟ أنا هاي الفكرة. I'm a big believer إن البنت she heals first بعدين تشوف حياتها. الجايز عكس إنه okay that's fine وكذا بعدين post هذا okay بعد ما أجلس مع نفسي مال يراجع نفسه. إيش رأيك منار؟ ما أعرف إيش الرجال يحس. يمكن فشل. In terms of healing, I mean longer. Healing. أنا ما أعرف رجال يأخذوا فترة healing. ما صادفت شخص يقول ما عليه أنا بأخذ هذه الفترة إنه بس شو أركز على نفسي وعلى شغلي وعلى أولادي. ما في. من يعرف. خلاص على طول next يعني هذا اللي. Ladies first. قصتها. على الجبل. أيوة. أيوة اللي كانوا في الجبل يعني شنو معناه؟ شنو نتعلم من القصة هاي؟ إن المرأة عادي تكمل حياتها، الرجال أكثر emotionally attached يصير من المرأة. بس اللي يصير إنه when we talk about deaths مثلاً اثنين متزوجين، الزوجة توفاها الله after maybe couple of years الزوج بيموت، لكن العكس لما الزوج يموت بعد كم سنة المرأة تتزوج عادي. ليش الرجال ما يتزوج؟ مو وايد. إذا ماتت لا، إذا طلق أوكي. ليش ما فيها إيش ال يعني the question is إن المرأة تقدر تستحمل مثل على قولت تكمل حياتها. عطيتكم بس مثال الموت statistic in Europe. أيوة. إن المرأة لما زوجها يموت تستوي أرملة. أوكي. هي عادي تظل سنوات عايشة من غير زوج وكذا يعني، بس العكس لما بس لما الرجال تموت زوجته بعد كم سنتين كذا يموت، يعني يحس انه جزء كبير من حياته راحت عنه. ف يعني هذا الستاتستيك ما اعرف اذا بس يعني اللايف سبان ترى في النهايه بعد. اكيد اكيد بس I don't know يعني I just felt في ترابط انه once he didn't have his wife الكسر كان كبير ايموشنالي. منار ابدا she doesn't agree. Again as I said the statistic. Me too but I hear you. You don't believe إن الرجال يأخذ فترة أطول يعني في الهيلينج ولا to get over the situation. بعد ذلك إن هذا مشكلة. أو ما شيء شفته ما شيء. This is our fault بعد. نحن ما نتكلم عن الأمور. لأن ما في جهة نتكلم عندها. صح. ما عندهم كافي جهة اللي يتكلمون عندها. لا قالت لك هي يمكن she's probably one من الأول في GCC. يعني هي. هذا يقول ترى يقول إنه ما في. إحنا ما في one. أقول يعني لازم. حتى since we, you have this platform يمكن invite those guys to talk about it. It's okay. يعني if you went through it help others. إذن أنتم من دوائركم يعني الشباب أو أصدقائكم أو حد من الأهل لما تشوفوا حد يمر في تجربة طلاق تشوفوا التغييرات إيش ما يتكلم طبعاً بس تشوف الشباب. التغيير عليه عندي صديق هل يمر بفترة اكتئاب؟ ليش الرجال يتعب أكثر من المرأة؟ لأن المرأة تفضفض الرجال ما يتكلم. عندي صديق مطلق لي بالضبط هذا. عندي صديق مطلق صديقي ومطلق يعني ما عرفنا إنه مطلق إلا بعد 3 أشهر ونحن يعني نحن وين the same circle. إذا كان في مثال يعني هذا وما حسيت في أي تغيير عليه ما نشوفه يشتغل صحراء سو أسبوعين
واسبوعين على بالنا اسبوعين اجازه يعني مشغول وكذا، بعد 3 أشهر جاي وفاتح يعني. فما نعرف ما نعرف ايش كان يفكر وايش. لكن I'm not saying it's a right thing to do, but I'm saying it's very common. But I also want to say there are some women that also do that. في واحدة ظلت سنة حتى أهلها ما يعرفوا، يعني مثلا ها أنتيز وكذا ما حد كان يعرف، حتى في الدوام يسألوها كيف زوجك، ترد الحمد لله بخير أصلا منفصلة. ف it depends I feel on the character. If a person يريد if a person wants to play the victim مثلا صار شيء وانفصلت أنا كيف تو حياتي في الدوامة كذا را 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 را. She or he doesn't want to move on because they don't know how. ما إن they don't like it, they don't like. واحد ما يحب يكون مكتئب، ما يحب إن يحس أنا ما أعرف كيف أكمل حياتي، لكن ما حتى ما يعرف كيف يطلع. على قولة على قولة يوسف إنه وين يفضفض، يروح عن من؟ هل إذا مثلا جاك يوسف وقال لك أنت إيش بتسوي إذا فضفض؟ أيوة أول شيء الهجم. أنت ما في صديقي خلاص. ايوه الهجم بعدين. فاحنا معروف عنا النساء نحب نفضفض. هل فكرة القضاء والقدر هيلز دو يوز ات؟ ترى بقول لك ليش سالتش بعدين السؤال. اوكي برد على سؤالك، قضاء وقدر دو اي يوز ات ان هيلينج؟ يس بيكوز ات اوريدي هابند، ف يو هاف تو اكسبت ات، ذير از نو جوينج باك اند تشينجينج. ف ايذر يو اكسبت ات او موف اون او يو ستي وير يو ار اند يو دونت موف اون، يو كم باك افتر 5 ييرز بعدش يعني متضايقة حزينة ما تعرف في إيش تسوي في حياتك. الأخير to change it's up to you whatever happens، سواء كان it's a good thing or a bad thing. إحنا عندنا القدرة إحنا نغير محيطنا، نغير من نفسنا، وتبدأ كل شيء بالأفكار. عشان كذا my program first focuses on the mind. We find out what's going on here because whatever goes on here then comes out in action. زين بقول لك شيء بس يبي له جرأة بس. تفضل. سمي. بسم الله. أوكي مريت في تجربة. إنزين كل حلقة بطري هالسالفة. إنزين هاي التجربة تجربة السحر، من ضمن الأشياء اللي مريت فيها اللي هو سحر التفريق اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. تفريق؟ أيوة سحر التفريق بين الأزواج. الله سبحانه وتعالى قال فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهاي يعني سحر الله سبحانه وتعالى ذكره، وأنا جربت هذه التجربة وشفتها يعني. وفي نفس الوقت الرسول عليه السلام قال أن لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء ما كتب الله لك ما لن ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتب الله لك لن يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من كذا سألتش القضاء والقدر دزت هيل، لأن أنا من فهالشيء وشفت إنه. وفي حديث ثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لو كان في شيء بزاحم القدر بيكون هو العين. يعني العين ساعات يسابق القدر حتى يعني. فهني عندي نقطتين. أول نقطة اللي هو الأعراض اللي حسيت فيها في بس في هذا الموضوع بتكلم الحين، موضوع التفريق يعني. كنت يوم أروح البيت ويوم أدخل البيت كأنه هم على قلبي، ما أقدر أقعد في البيت دقيقة واحدة، كأنه يعني I don't belong here. ويوم أدش البيت أدخل وقت وايد متأخر قريب الفجر، شوية أهدى، أتم قاعد في السيارة تحت عند البيت 4 ساعات ما أقدر أنزل البيت، وأتم قاعد في سيارتي لين قريب يشق النور، شوية أهدى داخليا نفسيا، أنزل أقعد في البيت شوي، أقعد في الصالة أطلع. وصلت مرحلة أن أقول حق الشباب اللي هم طلعوا آخر شيء هم اللي ضاريني، أقول لهم أخذوا سيارتي وروحوا عشان أجبر نفسي أتم في البيت. يوم أقرب صوب الأهل كأن كهربة تضربني في جسمي كله، كأن 40 فولت كهربة كانت تضربني في جسمي كله. ورغم هذا كله اللي أنا مريت فيه فعلا، ان لو اجتمعوا الناس كلها على ان يضروك بشيء ما كتبه الله لك لن يضروك. كنت اشوف دم عند العتبه واشوف اشياء غريبه عجيبه يعني، والشعور والاشياء يعني. في البيت كنت وايد اتعب وايد، ما اقدر اقعد في البيت. ولدي حتى ما كنت ابتعد عن البيت فترات طويله بالاسبوع ما اروح البيت. كنت ولدي اشوف، كنت اشوفه بعد فتره اشوف رجله كبرت ويحس في خاطري، لكنه ما اعرف ايش فيني ما اقدر اقعد كنت في البيت. بس يعني عندي الحين إيماننا الله سبحانه وتعالى فعلا يعني
إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. ولو الناس كلها حاولت أن يعني مثلا تفرق بين اثنين الله ما أراد لهم أن يفترقون ما راح يفترقون. من كذا سألتك عن القضاء والقدر. والموضوع الثاني اللي هو العين، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أكثر أهل القبور من العين، فأكيد يعني في حالات وايد طلاق في الآونة الأخيرة، يعني صار كل حد ريال ولا بنت يطلع مع زوجته صاروا يصورون كأن شيء عادي، ماسكين يد بعض ولا يصورون الأكل وهم في مطعم وهو هاي، كأنه ما في شيء اسمه عين، مو كأن الناس قاعد تموت من العين، فما بالكم بالطلاق اللي هو أهون من الموت. فأكيد يعني في، هل أنت ضد هالشيء التصوير وال أيوة. يعني أنا أشوف إن الواحد إذا هو مستانس في بيته ما مفروض يبين حق الناس إنه هو مستانس، لأن الحين وايد بيوت من عفسه، ليش هو يبين حق الناس سعادته داخل البيت وينحسد على هالشيء وبكرة يطلق أو يطلق نفسه. يرقي نفسه بس يأخذ بالأسباب، يعني ما يصير أنا أرقي نفسي وأنا قاعد أصور وكل شيء وهاي. وفعلا حتى فترة اللي أنا كنت فيها منظر كان الشيخ يقول لي، رحت عند شيخ مرة واحدة قال لي يوسف ما في أحسن من أن يا أمك أختك أبوك أو زوجتك يقرون عليك. ليش؟ لأن ذلين إذا قروا عليك بيقرون من قلبهم وبيكون تأثير الرقية أقوى. وفعلا يعني كان ما أخفي أنه كان له تأثير وايد قوي علي يوم زوجتي اللي قرت علي، وايد وايد وايد. يعني يمكن أشرح لكم موقف، إن في يوم من الأيام قرت علي سورة البقرة كامل، أنا نمت على البلاط وجهي من كثر ما تعبت وأثر فيني هذا الشيء، غير عن يوم نفس ما أنا أقرأ. سبحان الله، يلا الحمد لله أنك أن الله شفاك الحمد لله. ولكن يعني صح العين موجود والحسد موجود وللأسف السحر موجود، والناس يسووه عشان يفرقوا بين اثنين، لكن ما نتخذ هذا كسبب. في ناس يقولوا لا، يعني ما يريدوا، they don't want to take responsibility على الأخطاء اللي هم سووها كزوج أو زوجة، يقولوا لا حسدونا عشان كده افترقنا. فهمت؟ أوكي. فلا ما أنا في إضافة على كذا، بس إنه زيادة على أزيد على كلامك إنه صحيح هذا الشيء موجود، لكن ومرات تصير حالة الطلاق فالناس ما يشوفوا إنه ممكن أنا عندي يعني it was my fault، أنا ممكن ما أديت واجبي كزوج أو حقوق زوجي أو whatever، ف they take it as لا أنا I was okay إحنا محسودين. فهمت؟ أيوة. فهمت النقطة اللي حاول أوصلها. حتى لو أنت حتى لو مقتنعين إنه هذا سحر ولا حسد، هذا ابتلاء، فجاهد. أيوة. تجاهد نفسك، تقرأ قرآن، ارقي البيت، ارقي نفسك، لا تصور. أنت ضد التصوير يعني. أيوة. أوكي أشوف. لا وتحاول تحسن العلاقة، يعني في النهاية أنت خلاص إذا اقتنعت إن هذا الشيء من الشيطان ولا من الحسد من العين، لازم تحارب ضد هالشيء، تجاهد ضد هالشيء. Mayya, two things I'll ask for you. I'll ask you to do. أول شيء, what was your darkest and deepest moment after divorce? And the second thing is, if you had a message, إذا كان عندش رسالة لكل المطلقين والمطلقات, what would it be? My darkest and deepest moment, I don't think I have one, but I have one in terms of, I remember just feeling one day that I want my life to change. قمت قيام الليل ودعيت ربي. Okay, سبحان الله. وسبحان الله يعني لما احنا ندعي الله سبحانه وتعالى ما لازم يكون في كتاب أدعية وشيء، انت افتح قلبك لله، فضفض مثل ما جالسين فضف احنا الحين نتكلم، تكلم مع الله. ما اعرف من قال ان احنا لازم نمسك دفتر معين او كتاب معين وبس هذه الادعيه، ممكن في دعاء ما موجود اللي انت تحس فيه، فجست سبيك تو الله سبحانه وتعالى. So that is, I don't consider that a dark moment, I consider it a turning point. رسالتي لكل المطلقين والمطلقات، لا يعني لا تحسوا ان حياتكم انتهت بس عشان علاقتكم انتهت. انتم يعني انتوا ما فشلتوا في حياتكم، بس العلاقة هذه فشلت، فتعلموا منها ايش يعني ايش كانت قصوركم، ايش كانت المشاكل الموجودة، وخذوهم كدروس ان شاء الله لما تدخلوا علاقة زوجية جديدة، والله يوفقكم. عندكم شيء؟ ختمتها هي. Thank you a lot, Mayya. شكرا. It was a pleasure having you. Thank you so much. And thank you for talking about topics that matter. يعني أرد على سؤالك اللي أنت سألتني why are you doing this so the message can be out.
يعني صح الطلاق موجود، ولكن نفس الشيء التعافي والتشافي موجود في حالة لا سمح الله في حالة أخوي يوسف أو في حالتي أنا، إن it's not the end. بس إذا إحنا ما موجودين في مثلا أنتوا برنامجكم والحوارات اللي تتكلموا عنها المواضيع، إذا ما موجودين على قنوات التواصل الاجتماعي الرسالة ما توصل. فأشكركم على استضافتكم على البرنامج الحلو، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. Truth, the letter, rest at last. We touch a different